مشينا شفنا كليب ديال ماد وطوطو اللي صوروه في صال دي جو يعني ماشي شي امكانيات كبيره وطلع كليب زوين اللوان داك الشيء زوين مصور بطريقه زوينه وخلاو ان يرجعونا شويه للماضي من فكرونا ب بدوك الاصوات اللي كنا كنشوفوهم في دوك اللعاب اللي كنا كنشريو شحال هادي من كنا كنصور باكمان وداك الشيء ديال هادوك الاصوات سوبر ماريو وحتى الفيديو كليب لاحظتي في اليوتيوب ما لاحوش 16 سعود انما لاحو 4 3 يعني علم كيف كان السيستم القديم ديال البت اللي كانوا كيدوزوا فيه الاشرطه وتحيه للمخرج حكيم راجي اللي دار الاخراج تحيه ليه تحيه كبيره لان عرف كيفاش يخدم واحد الكليب كيف ما قلت لك بامكانيات قليله وبسيطه جدا بسيطه بزاف وخرج شي حاجه عمل اللي تقدر كون شفناه مثلا مغني شي مغني كبير غنقولوا واو هذا الشيء بزاف مهدي يمكن هذا الكليب اللي خرج طوطو امكانيات بسيطه ولكن انا اخر مره تلاقيت بالمخرج عبد الرافع العبدي وسولته شنو جديد واش ما غيتعاملش مع فنان ديال الراب قال لي غنتعامل مع فنان ديال الراب باقي صغير يلا بادي ولكن ماشي هو المنتج ديال الفيديو كليب المنتج ديال الفيديو كليب واحد الشركه اللي اختارت الاغنيه ديالو وقالت واستعملتها وما بغاش يعطيني الاسم انا من هنا استنتجت انه طوطو لانه طوطو مؤخرا واحد الشركه خاصه بالماكولات كاينه في العالم كامل خدات الاغنيه ديالو دونك غنشوفوا طوطو مع المخرج عبد الرافع العبديوي وهاد الشركه هنا غنقولوا انه غنشوفوا فيديو كليب بامكانيات ضخمه وانتاج ضخم اكيد ممكن نقولوا مع جود سكوب ديما موجود ديما موجود تبارك الله عليك